السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله النهاردة جايب لكم جهاز جديد سامسونج اي 30 اس. يا رب الفيديو يعجبكم، وكل الناس اللي ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك ويدعم القناة باللايك والشير. يا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله. شكرا لكم. هنبتدي بقى نفتح الأجهزة. وأنا الصراحة عجبني اللون الأخضر ده، ده اللي هنشغله بقى، وهنبتدي نفتح الأوبشن بتاعه ونشغله باور. اللون شكله حلو، والمثلثات الجديدة دي شكلها حلو الصراحة. بالنسبة بقى، في دي راس الشحن، ما نستخدمش غير الراس اللي جاي مع الجهاز، يعني الأحسن يعني الأفضل. وفي برضو الدبوس اللي بنبتدي نفتح بيه بيت الخط او البيت المكان كارت الميموري، نستخدم برضو نفس الدبوس عشان الشركات بتبقى عامله طول معين. والهاند فري اللي هو 3.5 مللي اللي هو العادي. وفي بقى وصله الشحن تايب سي، بنستخدمها في نقل البيانات، وبنستخدمها في ايه، في الشحن برضو. وبالنسبة للجهاز لونه اسود، محطين كل المكونات لونها اسود، يعني هم مميزينه ان كل المكونات لونه اسود. اما باقي الاجهزة اللي هو اللون الابيض او اللون الاحمر او اللون الاخضر، المكونات من داخل العلبة لونها ابيض، عشان بس ايه الغش التجاري وبتاع. لو حد هيدينا المكونات مختلفة في الجهاز الاسود، نبقى عارفين ان فيه غش. وان شاء الله بنتنقل لخطوة تانية كده، ويا رب الفيديو يعجبكم. ما تزهقوش مننا وكملوا الفيديو معانا ان شاء الله. شكرا ليكم. وفي برضو قبل ما انسى، في الجراب بيجي معاه، الجراب بلاستيك اللي هو الطري. هنبتدي بقى نمسك الأجهزة كده ونبص على شكل الظهر وترتيب الكاميرات، يعني هم مرتبين الكاميرات بشكل طولي. كان عندنا في الجهاز الأبيض في الـ E30 القديم كان الفريم بيبقى شكله فضي، هما دلوقتي خلوه أبيض. وفي عندنا طبعا فتحة السماعة، وفي وصلة الشحن تايب سي، وفي مايك، وفي فتحة الجرس، وفي ده مكان بقى الزرار الباور. وفي هنا برضو ايه، مايك اضافي موجود. شكل الجهاز ما اتغيرش عن الشكل القديم، يعني ده شكل الابيض. هم بس اضافوا المثلثات، المثلث الكبير والمثلث الصغير، دول المايلين بشكل تاني، بتموجة تانية. يعني حتى تحس ان الاجهزة ليها ضي كده وانت بتمسك ظهر الجهاز، ليه فيه ضي كده، شكله حلو. طبعا النوتش زي ما هو موجود.
بس الصراحة عاجبني برضو كله الأخضر، اللون الأخضر شكله جميل جدا. سامسونج حاولت تطور من الأجهزة بتاعتها وبتطور بسرعة يعني، وده كله يبقى في صالح المستخدمين إن شاء الله. 3 كاميرات برضو ترتيبهم حلو وشكل جميل. وننتقل بقى بعد ما نتفرج كده على الأجهزة، هي ننتقل بقى لخطوة تانية نشوف اللي بعد كده. الشاشة تقريبا نخش على شاشة الجهاز ونبص عليها برضو. برضو الشاشة بتاعت الجهاز ما اختلفتش كتير عن الشاشة القديمة. الشاشة القديمة كانت 6.4 حجم الشاشة، برضو نفس الحجم الشاشة، شاشة اتش دي فول اتش دي وسوبر امولود، برضو نفس الشاشة. احنا عارفين طبعا ان شاشة سامسونج بتبقى شكلها حلو وشاشة جميلة يعني. برضو في الوضع برضو الليلي موجود في الجهاز، عايزين نقلل الإضاءة نعلي الإضاءة. الجهاز الشاشة بتاعته برضو من النوع الممتاز جدا يعني، بحب أجهزة سامسونج عشان الشاشات بتاعتها بالذات يعني. هنبتدي بقى نستعرض الكاميرات. عندنا الكاميرا الأولانية اللي فوق دي 5 ميجا بكسل، والكاميرا التانية دي 8 ميجا بكسل، والكاميرا الأساسية 25 ميجا بكسل. طبعا الكاميرا الاولانيه دي بتاعت العزل 5 ميجا بكسل، والكاميرا التانية بتاعت الوايت انجل بتفتح الصوره بتخليها صوره عريضه، والكاميرا بقى الاساسيه دي اللي بتصور، وكل الصور دي بتندمج في بعضها في صوره واحده. وفي طبعا الفلاج، ده من ضمن التعديلات الجديده اللي هي ادخلوا الكاميرا الثالثه، يعني ما كانش الجهاز القديم ما كانش فيه كاميرا غير كاميرتين بس. في طبعا عندنا الكاميرا الاماميه دي 16 ميجا بكسل، بص على الكاميرا كده الخلفية والصورة بتاعتها. طبعا احنا ما قدرناش نجرب الكاميرا في كل الاوضاع يعني، بس هي في العموم كاميرا كويسة جدا وجيدة، ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله. برضو الجهاز القديم والجديد ما اختلفوش عن بعض كتير. الرامات 4 جيجا 4 جيجا، والذاكرة التخزين 64 جيجا. الاندرويد بي مفيش اي اختلاف. لو حد حابب فيكم يسأل عن اي سعر ولا حاجه يكتب لها في التعليقات، ويا ريت تكملوا الفيديو لغايه الاخر عشان في مراجعه للبصمه، عشان ده طبعا دي من ضمن الحاجات الجديده اللي هي البصمه في الشاشه. الجهاز القديم كانت البصمه في الظهر. يا رب الفيديو يعجبكم، يا ريت لايك وشير للفيديو، يا رب يعجبكم الفيديو يا رب. شكرا لكم. هنبتدي بقى نعمل كده مراجعه بسيطه للبصمه ونبص عليها. نبتدي بقى نظبط الجهاز، نعمل نمط. يوريت في اي حد في عنده اي تعليق، في حد حابب يسأل على الاسعار يكتب لي في التعليقات، مفيش اي مشكلة يعني. ولو حد شايف في حاجة جديدة انا ممكن اعملها، او في حاجة ناقصة انا ما قلتهاش يقول لي برضك. انا كده كده يعني لسه برضك مبتدئ في اليوتيوب، ولسه برضك عايز اتعلم من اصدقائنا ايه اللي هم حابينه، ايه اللي حابين اقدمه لهم. فيا ريت توجهوني برضك للي انتوا عايزينه، ايه اللي انتوا عايزينه وانا ممكن اعمله. وانا كده كده بحكم عملي ان انا كده كده شغال في مجال اجهزه بيع اجهزه المحمول، فلو في اي خدمه حد حابب اقدر اعملها له يقول لي عليها. دلوقتي احنا بنظبط البصمه اهي، ولازم نظبط ايدينا على موضع البصمه يعني، ما تنزلش لتحت شويه، عشان ايدي وانا بظبط البصمه كانت بتنزل تحت فما بتقبلش معايا. بس هي في العموم البصمه جيده جدا بالنسبه اللي انت بتفتح جهاز وبتظبط بصمه البصمه في قلب الشاشه، وهو لسه الجهاز لسه ولا اتعمل له تحديثات ولا اتعمل له اي حاجه، فده شيء جميل جدا في الجهاز. وجهاز سعره بقى منافس جدا على فكرة. الجهاز اصلا بينزل في السوق السعر بتاعه في حدود 3750 3700، انت وشطارتك بقى وانت بتشتري. هنطفي الجهاز بقى ونجرب البصمة كده، لازم نظبط ايدينا على البصمة. فالبصمة حلوة الصراحة يعني، سامسونج طورت من نفسها وظبطت الاداء شوية في حكاية البصمة دي. ويا رب الفيديو يعجبكم، يا ريت بقى ما تنسوش ادعمونا بالاشتراك في القناة، ويا ريت نعمل شير للفيديو لو عجبك، وربنا يكرم ان شاء الله.